السبت معها طوف إدارة الأربعين البارحة الثالثة مرة دي السبت عملنا زميلة وخرجنا إطاف فيها 148 كيلومتر والربيع طوف قصار جدا نسميه القرعة بلغة المنية وجدت فيها من مطعم دي الدوز كما تشوفوا طقس باهي المشاركين شيخين عاملين جو مترهلين عاد مشاركين من جنسيات مختلفة أوروبية فرما المال وفما سويس ولنديين وكروات سلوفين وبولونيين وتشيك الرالي هذا فيه سيارات رباعية دفع كاتفوكات وكمين وموتورات وباقي اليوم مرحلة ثلاثة مازال عندنا ثلاثة مراحل أخرين يمشي رالي مازال تمشي الحويضات ودوز وتوزر ويكمل في الحمامات صار واحد في نهار الأولاني في شهر نوفمبر المشاركين كل فرحانين شايفين حتى تو قلت ربي الحمد لله ما صار حتى حادث خطير جبتي ناس صغار وصار لي مشاعر الأخير واقفين معنا كيما نشوفوا السلطات الأمنية والعسكرية وجمعية السياحة والجامعات تاع جامعة السيارة الدولية الثانية تو سباس ريان وصار لي يكمل كله كيما هكا. حضرنا المرحلة الثانية من رالي الشط اللي هو اليوم في دورته 40 جاء في ظروف طيبة جدا بعد الكوفيد والحمد لله بعد التقدم الكبير اللي سجلته تونس على مستوى التلقيح رالي هذا رالي دولي كبير ومعروف خاصة في الدول الناطقة باللغة الألمانية وهو يقضي الدورة 40 يعني منذ 1981 جلب معاه 150 مشارك وله قدرة إعلامية كبيرة برشا في الأسواق خاصة السوق الأوروبية عنده تأثير كبير برشا لاستقطاب وجلب عديد المشاركين ويشجع كذلك عديد المنظمين الراليات الأخرى للمنوال على نفس المنهج ويعتبر انطلاقة زادة كذلك للموسم السياحي الصحراوي احنا نعرف اللي بعده مباشرة ثم عدد كبير من الراليات ومعتها والرحلات الصحراوية المطولة تخلينا معتها على أمل أن إن شاء الله قد ربي تسترجع للسياحة الحركية نتاعها على الوجه الأكمل وهذا على كل حال موسمنا موسم السياحة الصحراوية أعددنا ليه العدة الجيدة ومطلوب منا أن نكون معتها كنا متعاونين على إنجاح الموسم خاصة من ناحية البيئية الحفاظ على المحيط السياحي وهذه دعوة توجهت حق البلديات السياحية كلها قاعدة تعمل في مجهود للحفاظ على المسلك السياحي وعلى نظافة المحيط.